المحلية. نبدأ بنادي الزمالك. نادي الزمالك فرجاني ساسي بينتظر مفاوضات الزمالك. فرجاني ساسي منتظر إنهاء المفاوضات معاه من قبل إدارة نادي الزمالك. في كلام مش هنقول إن هو رسمي اتفتح خلال الأيام اللي فاتت مع فرجاني ساسي من قبل بعض الأشخاص المحسوبين على إدارة بيراميدز، مش كده بقول لكم هي مش مفاوضات رسمية، وإن كان يحق لفرجاني ساسي إن هو يتفاوض بشكل رسمي لأن هو خلاص آخر 6 شهور من عقده يعني، ولكن هي مفاوضات جس نبض كده إن فرجاني هل عنده رغبة يروح فريق بيراميدز ونادي بيراميدز أو لأ. وفرجاني كان واضح وصريح في الأمر ده إن هو إذا بقي في مصر فهو بيفضل دائما نادي الزمالك، فعشان كده هو منتظر إتمام المفاوضات وجولات التفاوض مع مسؤولي نادي الزمالك. ولكن إحنا في عصر احتراف، يعني عادي جدا بعد ما هتسمع الكلام ده ممكن كمان 3 4 5 6 7 شهور تلاقي بيراميدز بيتعاقد مع فرجاني ساسي. بقول لكم الكلام ده عشان انا بحب اكون واضح وصريح. دلوقتي مفيش نيه لفرجاني ساسي، بس في عالم الاحتراف عادي ممكن الكلام يتغير بعد بضعه اشهر، واحنا شفنا الكلام ده كتير في سوابق مماثله كتير. ولكن حتى الان فرجاني ساسي مرتبط بجماهير نادي الزمالك، مرتبط بكيان نادي الزمالك، عايز يكون موجود جوه نادي الزمالك، وبيصرح انه لن يلعب في مصر الا لنادي الزمالك، ولكنه منتظر رد مسؤول نادي الزمالك على المفاوضات وعلى طلباته الماليه.